على مدى نصف كيلومتر وسط المدينة القديمة في النجف، افترش مئات الصائمين الأرض لتناول وجبة الفطور المجانية بشكل جماعي في يوم رمضاني نجفي، وبمبادرة تكافلية أطلقتها المواكب الحسينية في المحافظة أمام المواطنين والزائرين بعد ساعات طويلة من الصيام في الشهر الفضيل. مأدبة أفطار طيلة أيام الشهر الكريم في النجف الأشرف في بداية شارع زين العابدين، خدمة إلى زوار أمير المؤمنين الوافدين لغرض زيارة أمير المؤمنين. الطبق يأكل من 1000 نفر إلى 1200 نفر، وليلة الوفاة ويوم الجرح مال أمير المؤمنين وليلة الوفاة نطبق طنتم وقيمة الزوار الوافدين لكثرة الزوار. وجوه كادحة وأخرى تنتظر مثل هكذا تجمعات لسد رمق جوعها في وقت تكثر فيه مبادرات التكافل الاجتماعي في شهر رمضان الذي شهد بالوقت نفسه غلاء للأسعار، ما انعكس تأثيره على الطبقات الفقيرة والمعدمة. طبعا هي بالأوضاع اللي الجديدة هسا حاليا، تدرون أنتم بأزمة المواد الغذائية والغلاء اللي صار أدنى بالعراق، وأكو ناس المتبرعين المتمكنين في محافظة النجف الأشرف من أبناء محافظة النجف الأشرف قاموا بالتبرع لخدمة زوار أمير المؤمنين والفقراء والمساكين. وتشهد النجف أسوة بكل عام في مثل هذا التوقيت توافد آلاف الزائرين يقابله استنفار المواكب والمتطوعين لتقديم وجبات الفطور بشكل جماعي على مدى أيام الشهر الفضيل، لا سيما في الأيام العشرة الأخيرة منه. من النجف محمد رزاق، التغيير.